هنشتغل الرجل، هنعمل منها قطعتين، هشتغل باللون الأورنج وهشتغل بإبرة 1.8. هنعمل الرجل عبارة عن ايه؟ عن 3 صوابع. أول قطعة معايا هعمل دايرة سحرية بلفة واحدة، هدخل بالخيط كده، هشتغل جوه الدايرة السحرية 6 ورص حشو، 1 2 3 4 5 6. هقفل الدايرة السحرية، هشتغل السطر رقم 2، 1 حشو 1 تزايد، هكررهم 3 مرات، هيكون عندي في نهاية السطر 9 غرزة حشو. هدخل كده من تحت الحلقتين لأول غرزة، وهياخد الخيط معايا كده، وهعمل غرزة حشو، هعلم بالماركر في الحلقة الخلفية، تاني غرزة هشتغل جواها تزايد، غرزتين حشو في نفس المكان، 1، وفي نفس المكان تاني هدخل في الحلقة الأمامية وهعمل غرزة الحشو التانية، هكرر 1 حشو تزايد، واحد حشو تزايد، الشكل ده. عندي الخيط اللي ورا ده هشده كده وهعمل عقدة، هكررها كمان مرة، هنبتدي بقى نقلب شغلنا كده عشان يكون شكله مظبوط. كده احنا عدلنا شغلنا. هبتدي هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل السطر رقم 3 والسطر رقم 4، سطرين ثبات على 9 غرزة حشو، تمام؟ هشتغلهم ونرجع كده. بعد ما خلصنا سطرين الثبات هبتدي اعمل ايه؟ عندي الخيط ده هدخله كده، هشيل الماركر ده، يكون الصباع اللي في النص. هبتدي هعمل ايه بقى؟ هجيب المقص وهقص الخيط، وهعلم بالماركر هنا. هنحتاج معانا الحلقة دي في التوصيل. هشتغل كمان قطعتين، بس هشتغلهم بقى عبارة عن ايه؟ يعني هشتغل الصباعين اللي بيكونوا على الجناب من هنا، هعمل دايرة سحرية، هشتغل جواها 6 حشو، وهشتغل السطر رقم 2 والسطر رقم 3، اسطر ثبات على 6 حشو.
هشتغل القطعتين ونرجع نكمل. قطعة هقطعها وهتكون معايا بالشكل ده، والقطعة التانية مش هقطع منها الخيط عشان هبتدي اوصل الصوابع مع بعض. تمام، هشتغل القطعتين ونرجع نكمل كده. بعد ما اشتغلت القطعتين اللي هما الاصابع الصغيرة، ودي بتكون في المنتصف، دي القطعة الاولى، القطعة دي قطعنا منها الخيط وعلمنا بالماركر، وبرضو القطعة دي علمنا بالماركر وقطعنا الخيط. عشان ابتدي بقى اوصل الصوابع دي كلها مع بعض هعمل ايه؟ هشتغل هنا على الصابع ده 3 غرز حشو، 1، هبتدي اعلم بالماركر، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، هبتدي بقى اوصل الصباع اللي هو في المنتصف معايا حلقة على الإبرة، هبتدي اشيل الماركر ده وهدخل هنا كده في الحلقة دي، وعندي مكان الغرزة دي هدخل كده وهعمل غرزة حشو بالخيط المقطوع ده، هبتدي اعمل غرزة الحشو كده ومش هقفلها للاخر، هقفل بالخيط اللي هو معايا ده اللي هو الموصول ده، معايا 3 حلقات على الابرة، هبتدي اخرج من حلقتين وبعد كده هخرج من الحلقة دي. يبقى انا كده اشتغلت اول غرزة حشو هنا على القطعة الأولى، يبقى بعد كده هشتغل 4 غرز حشو، 2، عندي الخيط اللي كان في المنتصف ده هقطعه، ومعايا الخيط ده تحت الشغل، هشتغل تاني غرزة حشو، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، هبتدي اوصل الصباع التاني، هشيل كده الماركر وهدخل برضو في الحلقة دي ومعايا حلقة على الإبرة، وهبتدي اعمل ايه؟ هدخل هنا كده وهشتغل غرزة حشو، عندي الخيط المقطوع ده هعمل بيه كده غرزة حشو، مش هقفلها للآخر، هبتدي هقفل بالخيط الأساسي اللي معايا، برضو معايا 3 حلقات على الإبرة، هخرج من حلقتين وبعد كده هخرج من الحلقة دي. وأنا كده اشتغلت أول غرزة حشو، بعد كده هشتغل
ست غرز حشو، يبقى 1 2 3 4 هعمل حاجة بس الأول، عندي الخيوط دي هبتدي أقصها بقى. هكمل انا كده بعد ما قصيت الخيط هشوف انا اشتغلت كام غرزة. 1 2 3 4 5 الغرزة رقم 6 أتأكد من حاجة بس، 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 تمام، يبقى دي كانت معانا زيادة بالظبط كده. هبتدي أعمل ايه بقى؟ هدخل في الحلقة الأمامية هنا كده اهو، هدخل في الحلقة الأمامية هنا، وهدخل في غرزة الحشو هنا، وهبتدي اخرج من الحلقتين كده، وارجع اخرج من الحلقة دي، وهعمل غرزة حشو. يبقى كده 1 2 3 4 وهرجع اعمل ايه برضو؟ هدخل في الحلقة الأمامية، حاول كده ادخل في الحلقة الأمامية الغرزة دي اللي هي بتكون في آخر الصباع ده. تمام كده، وعندي هنا مفروض 3 غرز حشو، 1 2 3، يبقى هدخل هنا وهاخد الخيط، وهرجع اخرج من الحلقة دي، وهعمل غرزة الحشو، وهرجع اشتغل غرزتين حشو، 2 ثلاثة. كده في التوصيل الصوابع معايا متقفلة ازاي؟ انا عارفة ان هي متعبة شوية، بس تقدروا تعملوا اللي هي طريقة التوصيل العادية جدا. وهرجع اقول السطر اللي انا اشتغلته ده اشتغلته عبارة عن ايه. انا اول حاجة اشتغلت القطعة دي، كانت عبارة عن دايرة سحرية اشتغلت جواها 6 غرز حشو، والسطر رقم 2 اشتغلت 1 حشو 1 تزايد كررته 3 مرات، بقى عندي 9 غرزة حشو. بعد كده اشتغلت السطر رقم 3 والسطر رقم 4، أسطر ثبات على 9 غرزة حشو وقطعنا الخيط. اشتغلت بعد كده قطعتين كانوا عبارة عن ايه، دايرة سحرية جواها 6 حشو
والسطر رقم 2 والسطر رقم 3 أسطر ثبات على 6 غرز حشو. السطر رقم 4 اللي أنا اشتغلته دلوقتي معاكم، اشتغلت 3 حشو على القطع الأخيرة اللي أنا ما كنتش قطعت منها الخيط، وبعد كده وصلت بالقطعة الأولى اشتغلت 5 غرز حشو، وبعد كده اشتغلت 6 غرز حشو على القطعة التانية، وبعد كده اشتغلت 4 غرز حشو على القطعة الأولى، وبعد كده اشتغلت 3 غرز حشو على القطعة التالتة. مجموع عندي الغرز هيكون 21 غرزة حشو. بعد كده هشتغل السطر رقم 5 والسطر رقم 6 أسطر ثبات على 21 غرزة حشو، هشتغلهم ونرجع نكمل كده. بعد ما اشتغلت سطرين الثبات هشتغل السطر رقم 7، هيكون عبارة عن ايه؟ هشتغل 5 حشوات تناقص هكررهم 3 مرات، هيكون عندي في نهاية السطر 18 غرزة حشو. هشيل ماركر وهشتغل 5 غرز حشو، أول غرزة حشو هعلم بالماركر في الحلقة الخلفية، 1 2 3 4 5 غرزة التناقص. هدخل في الحلقة الأمامية للغرزة دي والحلقة الأمامية للغرزة التانية، وهياخد الخيط كده وهعمل غرزة حشو، وهكمل كده لآخر السطر، وبعد كده هشتغل السطر رقم 8 سطر ثبات على 18 غرزة حشو، أخلصهم ونرجع نكمل. هنشتغل السطر رقم 9 2 حشو 1 تناقص، 4 حشو 1 تناقص هنكررهم مرتين، وبعد كده هنشتغل 2 غرزة حشو، هيكون عندي في نهاية السطر 15 غرزة حشو. هشيل الماركر وهشتغل أول غرزة حشو، هعلم بالماركر في الحلقة الخلفية، اتنين، تاني غرزة حشو، هشتغل غرزة التناقص، وبعد كده هنشتغل 4 حشو 1 تناقص هنكررهم مرتين، 1 2 3 4 غرزة التناقص، هكررها كمان مرة، نشتغل 4 غرز حشو، 1 2 3 4 غرزة التناقص، بعد كده هنشتغل غرزتين حشو، 1 2 3 4 هشتغل بعد كده السطر رقم 10 سطر ثبات على 15 غرزة حشو، تمام، وهبتدي بقى احشي فايبر كويس للأماكن دي ونرجع نكمل. هنشتغل السطر رقم
12 6 تناقصات، هدخل تحت الحلقة الأمامية للغرزة دي والحلقة الأمامية للغرزة التانية، وهاخد الخيط وهعمل غرزة حشو، هعلم بالماركر في الحلقة الخلفية، واحد، هنشتغل التناقص التاني، هشتغل التناقص التالت، هشتغل التناقص الرابع، عاوزة بس أكمل حشو شوية فايبر. هنكمل التناقص الأخير، هتكون عندي بالشكل ده. هنقطع الخيط كده، وهطلع ده معايا كده، وهنشيل الماركر خلاص، وممكن اعمل شوية فايبر كمان صغيرين. جزء صغير كده، عندي هعمل ايه؟ هجيب إبرة التنظيف، وهنبتدي بقى نقفل السطر بتاعنا ازاي. ان احنا هندخل في الحلقة الأمامية، هندخل في الحلقة الأمامية الغرزة دي كده، وأطلع الخيط، وأدخل في الحلقة الأمامية الغرزة التانية، وأطلع برضو الخيط،
ثلاثة، أربعة، خمسة. الغرزة رقم ستة. هبتدي هعمل ايه بقى؟ هشد الخيط كده وهدخل في المنتصف من هنا كده، وهبتدي هخرج من اي مكان. أشدها كويس كده وهنرجع نخرج من أي مكان تاني. وأقص الخيط كويس. ده كده الجزء معانا اللي تحت. أنا كده بعد ما خلصت الجزء ده هبتدي أشتغل الجزء اللي هيكون فوق. هسيب حوالي كام سطر؟ واحد، واحد، اتنين، تلاتة. تمام، هيبقى واحد، اتنين، تلاتة. تاني، هشيلها من هنا. واحد، اتنين، تلاتة. هيبقى شغلي من هنا كده. هدخل من هنا كده. تمام، اهو. وهبتدي هجيب معايا الخيط اللي هو باللون الأورنج، هثبته كده واعمل سلسلة. تمام، هبتدي اشتغل اول غرزة حشو. انا الجزء ده هشتغل عليه 9 غرز حشو عشان يديني شكل دائري كده. هدخل هنا كده واخرج من الجنب ده وهشتغل غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، هبتدي بقى أشتغل من الجناب. خمسة، الغرزة رقم ستة،
ستة سبعة تمام. الغرزة رقم 6. الغرزة رقم 7. الغرزة رقم 8. الغرزة الأخيرة اللي هي رقم 9. زي ما انتو شايفين كده بتكون عندي الجزء ده. هشتغل بعد كده السطر رقم 2. 2 حشو 1 تزايد. هندخل هنا كده وهبتدي اشتغل اول غرزة حشو. وطبعا هعلم بالماركر في الحلقة الخلفية. غرزة الحشو التانية هشتغل بعد كده التزايد. غرزتين حشو في نفس المكان 1. اتنين. تمام. وهكمل كده لاخر السطر وبعد كده هشتغل السطر رقم 3. 3 حشو 1 تزايد اكررهم 3 مرات، هيكون عندي في نهاية السطر 15 غرزة حشو. وبعد كده هشتغل السطر رقم 4 والسطر رقم 5. سطرين ثبات على 15 غرزة حشو هشتغلهم ونرجع نكمل كده. بعد ما خلصت اسطر الثبات هبتدي اعمل ايه؟ هسيب عندي خيط للخياطة. هنقطع الخيط كده وعندي الخيط ده اللي كان معايا من البداية كده هدخله، وكمان هقطع جزء كده وهعمل برضو القدم التانية كده. انا حاولت ان انا اثبتهم هنا كده، هقول لكم بالظبط ازاي او في السطر الكام. ادا 1 عندي، ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13.
في السطر 13، وهسيب بينهم كام غرزة كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني حوالي 10 غرز، ان انا برضه هحاول ان انا اظبطهم. وبطريقة الخياطة اللي احنا متعودين عليها، ان احنا بندخل الخيط في الابرة ومن تحت بندخل يعني من هنا كده، وبنخرج من تحت الحلقتين، وهكمل خياطة الأجزاء زي ما خيطنا هنا كده، تمام. ونرجع نشوف الشكل النهائي للقدمين. ده كده الشكل النهائي للرجلين بعد ما خيطناها. وبكده هنكون خلصنا الفيديو او الجزء ده ان شاء الله، ونرجع نكمل. يعتبر احنا كده لسنا جزء كمان، وان شاء الله نتقابل في الفيديو القادم. مع السلامة.